بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالعيد أن المسلم يستحب له الاغتسال للعيد، وأن يلبس أحسن ثيابه، ولا يجوز للمسلم أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بثياب من حرير أو ثياب مرخاة مسبلة أو بلباس يصف العورة ويحجمها أو بألبسة مختصة بالكفار، ولا يجوز له أن يتجمل لا في العيد ولا في غيره بحلق لحيته لتحريم ذلك وثبوت حرمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمال عباد الله إنما هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرأة عباد الله يشرع لها الخروج إلى المصلى بدون تبرج ولا تزين ولا تطيب، ويجب عليها أن تربأ بنفسها من أن تذهب لطاعة الله وهي متلبسة بمعصية التبرج والسفور. عباد الله، ويسن للمسلم أن يأكل تمرات في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن له إذا خرج أن يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع في آخر، وليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. لكن عباد الله، إذا كانت صلاة العيد مقامة في المسجد ودخله المسلم بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. أما حكم صلاة العيد فقد رجح غير واحد من أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، ولهم على ذلك أدلة، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم لا مجال لعرضه. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذا الخير وأن لا يفرط في شهود هذا الجمع المبارك، ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلى ركعتين. وليس لصلاة العيد عباد الله أذان ولا إقامة فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. وصفة صلاة العيد عباد الله أن يصلي ركعتين يفتتح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بخمس تكبيرات، لما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات. وقد ثبت فعل هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، والتكبيرات في صلاة العيد سنة وليست بواجبة، ولا تبطل الصلاة بتركها، فإن نسيها المسلم أو فاته شيء منها أكمل صلاته ولا شيء عليه. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين
بين التكبيرات. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء عليه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس بعد العيد فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وحضور الخطبة ليس واجبا كالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، ولكن الأولى عباد الله بالمسلم ولا شك هو الجلوس والاستفادة من الخير الذي يقال هذا. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وطاعتنا وذكرنا، وأن يعيد علينا شهرنا هذا أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعة لله جل وعلا وحسن تقرب إليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.